عنده ثلث ونص باش نقرقب عليه، لأنه ماشي سهل باش تجيب البنزرتي كمدرب لاعتبارات كثيرة. ما لن يسعني الوقت أنني نذكر لي كومبيتونس ديال سي بنزرتي، تاريخه الحافل يتحدث عليه. سي البنزرتي اللي أنا متأكد كانت، ومن المنظور ديالي ومن المنظور ديال الإخوان اللي كانوا معنا في لابنيسيون، وماشي غير هما، أنا تنقولها لكم لأنه حتى تحليل عميق واستشارة مع خبراء الميدان وحتى مدربين اللي نصحوني أنه الدواء ديال الرجاء في هاد الظرفية هو سي فوزي البنزرتي. لأنه ماشي ملي كتكون، أنا غنهضر شي شوية بديت كنفهم في هاد الشيء واحد شوية، لأنه كان عندنا إشكال ديال المستودع ديال الرجاء كما يعرف أو كما لا يعرفه الجميع. الفالي غامني كيلكان كي بو جيغي وينيطويي الفيستيار، واخا يكون عندك فريق ما عرف أشنا هو، وما تكونش عندك الجرأة والشجاعة والكاريزما ديال البنزرتي ما يمكنش تجريها.